مشهد الكواتم يطل برأسه من جديد، فهذه المرة استهدف مراسل قناة الفرات أحمد حسن بهجوم مسلح الليلة الماضية أمام منزله في قضاء الشامية برصاصات في الرأس، نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة نتيجة لخطورة حالته. المواطن والصحفي والموظف والشرطي، الكل يتعرض لمحاولات اغتيال، لمحاولات قتل، لمحاولات ضرب من قبل عصابات تحت مسمى اللا دولة. يعني حقيقة العراق من سيء إلى أسوأ. استهداف الصحفي أحمد حسن جاء عقب اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني في كربلاء. ناشطون حملوا الحكومة مسؤولية تمادي الميليشيات والسلاح المنفلت الذي بات يشكل خطراً على أصحاب الصوت والرأي. انفلات أمني واضح واستهتار من قبل الميليشيات والسلاح المنفلت، حيث وصل الحال إلى استهداف الصحفيين. ومؤكد هذا الفراغ الأمني تتحمل مسؤوليته المباشرة الأجهزة الأمنية ورئاسة الوزراء. ولبحث تداعيات الحادث عقدت الأجهزة الأمنية والحكومة اجتماعا سريا سمح للحرة بتغطيته، حيث أكد محافظ الديوانية وصول الأجهزة الاستخباراتية لكشف خيوط الحادث، فيما توعد قائد الشرطة بملاحقة الجنات أيا كانت مسمياتهم لفرض القانون وعدم السماح بتكرار هذه الجرائم. عندنا معلومات، المعلومات الآن قيد التحقيق والتدقيق، لدينا أيضا مناطق التصوير، أيضا لدينا مقاطع فيديو. مهما يكون أي حدث لكن يكون تحت طالة القانون، والأجهزة التحقيقية والقضائية جادة بمكافحة الحالات وتقديمهم للعدالة وينالون جزاهم العادل. هذا الموضوع مناط، يعني أيا كانت هوياتهم والقضاء الحد الفاصل. ويرقد الصحفي أحمد حسن حاليا في العناية المركزة في مستشفى الجملة العصبية في بغداد بعد إجراء مجموعة من العمليات الجراحية، وما زالت حالته خطرة إلى ساعة إعداد التقرير. وكشفت مصادر استخبارية للحرة عن وجود تقارير تحذر من تصاعد موجة الاغتيالات كلما اقترب موعد الانتخابات، في وقت طالبت الناشطين والعاملين في وسائل الإعلام باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر. ميثم الشباني، الحرة، الديوانية.